أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل العدسات اللاصقة التي تضعها المرأة في عينيها من باب الزينة هو من باب تغيير خلق الله؟ نعم نعم، لا يجوز لبس العدسات اللاصقة إلا للحاجة، إلا للحاجة. إذا كان هذا من باب العلاج فلا بأس به، أما تلبسهما لأجل الزينة فالزينة في بقاء العينين، أما لبسهما للحاجة كتقوية البصر أو كون العين فيها عيب وتريد ستره فلا بأس بذلك. أما إذا كانت العين سليمة فبقاؤها هو الجمال والزينة، وتغييرها تغيير لخلق الله عز وجل. نعم.